مرحبا بكم معي في قناة من واتساب. جيت ندير معكم هذا الفيديو ان شاء الله تاع واحد العرضة اللي درتها. فدرت فيها البيتزا، درت فيها خبيزات معمرين ميني بسطيلة، وهاد البريوات اللي كنت وجدتهم هذه الشهر من قبل، ودرت فيها دوك القضبان تاع الدجاج والميني بيتزا كيفاش وجدتهم قبل، وهاد الديسير اللي كيجي في الاخير. غادي نبدا معكم مباشرة في الحشوة. هاد الشي اللي غادي نوجدو واحد النهار قبل، يعني ليلة قبل العرضة ديالي. نوجد شي حوايج اللي هما الحشوة. غادي نبدا بالحشوة ديال البيتزا اللي استعملت هنا بصلة والفلافل على الالوان، يعني الاصفر والاخضر والاحمر. فغادي نقليهم هما اللوالة في واحد المقلات هنايا باش تربحوا الوقت انكم تنقصوا عليكم شويه. وخا تما راه فيها ولكن تنقصوا بعدا على الاقل شي حاجه باش ما يصعب عليكم تخدموا كل شيء في نهار واحد، وباش تكون الطابله ديالك متيوله. هنا غادي ندير الفلافل، ومن بعد غادي ندير التوابل حتى هما. ندير معلقة صغيرة ملحة عامرة، وندير معلقة أو نصف ملعقة ديال البابريكا، ونصف ملعقة ديال سكينجبير، وربع ملعقة أو رأس معلقة ديال الفلفل الأسود، والخرقوم حتى هو نصف ملعقة. وهنا عندي قزبر ومعدنوس اللي كنت قطعت كمية كبيرة ودرتهم في واحد الغرفية، لأنني عارفة راسي غادي نستعملهم، يعني ما يحتاج نبقى كل شوية نقطع. وغادي ناخذ مقلاة واحدة أخرى في نفس الوقت، غادي ندير فيها الدجاج مقطع تقطيعات صغيرين باش نربح الوقت. وفي نفس الوقت كان قابل الفلفل ديالي باش ما يتحرق ليش. وغادي نضيف عليه التوابل حتى هو. عندي هنا الكمون، معلقة صغيرة كمون، ومعلقة صغيرة ديال الملحة، فهو فقط غير الكمون والملح والفلفل الاسود. كيعطي واحد النكهه زوينه للدجاج. وفي نفس الوقت راني كنحرك الفلفل ديالي، راه يكون حداك، يعني عينك لهي وعينك هنا. فوالا. بعد ما غادي يطيب لي الدجاج، غادي دابا نتفت على الفلفل كما لاحظتوا، والدجاج حتى هو غادي نديرو في واحد الطبيسي، وغادي ندير في نفس المقلاه غادي ندير فيها الكفته باش ما تكثروش عليكم المعنات بزاف. يعني حاولوا انكم غير ديك المقله انكم تغسلوها وتعاودوا تطيبوا فيها، لان الا جبتوا المقالي بزاف فغادي يصعب عليكم انكم تغسلوا معناتكم. درت هنا معلقه صغيره ملحه، ومعلقه صغيره كمون، ورأس نص معلقه ديال الخرقوم، ورأس معلقه ديال الفلفل الاسود. وهنا استعملت معلقه كبيره ديال مطيشه ديال مطيشه ديال خاصه بديال البيتزا، فقط باش ما تجيليش الكفته ديالي ناشفه. وغادي نطيبها حتى كطيب، ونفس العمليه غادي نحطهم في واحد الطويسي، وندير عاود الزيت ونقلي فيها لي شامبينيو او الفطريات. انا ما استعملتهم بصراحة في البيتزا، استعملتهم في البسطيلة ديالي، فانا كنت غادي نديرهم في البيتزا لوغ بدلت الرأي ديالي في الاخير. ولا غادي ندير الفطريات، ندير لهم غير شويتي مليحة ونحركهم. من بعد غادي نمشي نوريكم الطريقه ديال البيتزا كيفاش وجدتها من قبل، وكيفاش درتها في الثلاجه. هذه الميني بيتزا اللي درت. بالنسبه للعجينه فانا ديجا درتها معكم في واحد الفيديو ديال البيتزا، كنت درتها كبيره، فهي نفس العجينه. بالنسبه للناس الجداد اللي ما شافوش الطريقه، فتقدروا تدخلوا القناه ديالي غادي تشوفوا البيتزا اللي درت. فهذه هي الطريقه، وحد نخلي لكم حتى المقادير في صندوق الوصف، ونخلي لكم حتى الفيديو اللي درت فيه البيتزا.
فغادي الطريقه فسهله، غادي تعجني العجينه ديالك، غادي ديريهم بالقوالب. انا ما درتش هذا، درت واحد شويه كبير عليه، لان العجينه فاش كتكون خضراء تقدر تولي تجمع معاك، يعني فاش تقطعيها تولي تجمع معاك، لو فاش قطعت بهذا بقات كتولي تجمع لي شويه، كتولي صغيره. انا درت حجم كبير وطيبته نص طيبه، وفاش خرجته باش يجيني قياس واحد، ما درتهاش كبيره العجينه بزاف، يعني درتها مويه شويه على هذه ماشي بزاف. فاش غادي يطيبوا ماشي هما كي كيكونوا خضر، يعني غادي يتبدل الحجم ديالهم، غادي يتبدل الشكل ديالهم حتى هو. فانا قطعت بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا، قطعت كامل العجينه وقلعت هذوك الزوائد اللي كيكونوا هنا كاملين، حيدتهم وجاني بهذا الشكل هذا، وفيهم هاد التدريجيات هادو. هذه بالنسبه للفكره، الا بغيتوا يعني واخا يعوجوا عندكم ما تديروا لهم هذه الطريقه هذه، باش كيجي لكم قياس واحد ويجيكم الشكل زوين. ودابا غادي نحتفظ بهم في الثلاجه، وغدا ان شاء الله ندير معكم نكمل معكم التعميره ديال البيتزا. هنا غادي نبدا نوجد الحشوه ديال البسطيله. درت هنا الزبده، واحد معلقه زبده مع الزويته، وغادي نقلي فيهم البصله ديالي هي اول حاجه. فبالنسبه للحشوه ديال البيتزا انا ساليتها معكم كما شفتو، ودرتها في سوبيرات باش نديرها في الثلاجه. دابا غادي نزيد هذاك القزبر ومعدنوس حتى هو، وغادي ندير واحد جوج فصوص ديال الثوم. دي بالنسبه للحشوه ديال البسطيله. وغادي نضيف التوابل، معلقه صغيره ملحه، ونضيف السمك الابيض مقطع تقطيعات صغار، نضيف عليه معلقه صغيره كمون، خرقوم واحد نص معلقه، راس معلقه فلفل اسود، والسكينجبير فلفل حمراء، ونحرك بشويه، يعني من نديرش انا غير هنا مسرعه الفيديو، كيبان لكم راني كنحرك بجد، ولكن نتوما حركوا غير بشويه. من بعد ما غادي تطيب غادي ناخذها حتى هي، غادي نحطها في واحد السبيره اللي نحتاجها من بعد، ولا في واحد المقلاه اللي تكون كبيره، حيت كلشي غادي نقلبو في مقلاه واحده اللي خطيتهم وسبقتهم. نفس الشيء غادي ندير واحد الزبده، ندير الزيت والزبده، وندير دوك الشوبينيون. دابا درت الكرمه حتى هو قطعته تقطيعات، والقزبر ومعدنوس، الكمون وملحه حتى هي معلقه صغيره عامره، فلفل احمر، الخرقوم، الفلفل السوداء، وشويه ديال الهريسه. هنا غادي نضيف الكروفات. من بعد ما طابوا لي هذوك غادي نضيفهم على ديك الحشوه الاولى اللي درتها ديال الحوت السمك الابيض، وغادي نضيف عليهم الشعريه اللي كنكون درتها في. انا هنا كثرت صراحه شويه، تقدروا ديروا كميه صغيره ما تكتروش بزاف، يعني ديروا غير واحد الكميه صغيره. وضفت الزيتون. هنا غادي نمشي نوجد معكم الرايب. انا غادي نضيف هنا، عندي هنا يطرو حليب، غادي نديرو في كاسرون ونخليه شويه النص. عندي هنا المقادير، مهم دانونه، المهم غادي نكمل معكم. عندي 4 المعالق سكر سنيده اللي غادي نضيفها في داك الحليب اللي في الكاسرونه، و4 المعالق نشا، ومن بعد تحريك. ونحتاج دانونا وجوج ساشي فانيلا، هادو غادي نديرهم في النصف الاخر اللي بقى لي ديال الحليب. وغادي نضيف الكاسرون، غادي نديرها تطيب. وهنا غادي نمشي مباشره قبل ما تبدا تحمالي الكاسرون، نمشي نوجد الحليب الاخر، نضيف عليه دانونا ديال الفاني، ونضيف عليه جوج ديال ساشي سكر فاني.
هو ونحركهم مزيان باش ينسجموا مع بعضياتهم، ونخليهم على جنب ونمشي نقابل الكاسرونه ديالي باش ما باش ما تحرقش ليا. نبقى كنحرك فيها حتى كتقال، حتى يبدا الاخر يتقال. كتشوفوا انا كنحرك هادو مزيان باش داك دانون يتحل وينسجم مع بعضياتهم. من بعد ما كما شفتوا هاد اللي في الكاسرونه ديالي تقال، غادي نخليهم حتى كيدفى، ما يبردش يعني، ماشي يبرد كاع بارد وماشي يبقى سخون، يعني مهم يدفى. عاد كنحيد ديك الجلده اللي كتبقى الفوق اللي كتدير الفوق، حيدها بهذه الطريقه بالمعلقه. يعني من بعد غادي نصفي هاد الشيء كامل، غادي نصفيه. ولكن ودابا غادي ديك الخليط الثاني اللي درته مع دانون غادي نبدا نضيفه على الاول تاع الاخر، ونحرك مع التحريك. يعني نضيف ونحرك، نضيف ونحرك، مريت بالتحرك. انا بالنسبه للديسر، انا هاد الشيء كنوجدو نهار قبل، كما قلت لكم هاد الشيء كامل وجدته نهار قبل. فوالا، غادي نستمر على نفس الطريقه كما كتشوفوا. عندي من بعد ما ساليت كل شيء غادي نصفيهم في الاخر. ناخذ واحد الصفايه ونحاول ان نصفيهم باش الا بقاو شي عبيبزات ولا شي حاجه يبقاو في الصفايه، ما يطيحوناش في الخليط ديالنا. بعد غادي نديرهم انا درتهم في الكوكوطه، بغيت نتوما ديروهم في سوبيرات ولا درت مالهم في كوكوطه، لان غادي نستعمل هاد الكويسات صغيورين، فباش ما نكترش عليا السوبيرات بزاف. درتهم في هاد الكوكوطه، سرحت واحد البابي ديال اللي كنمسحو به يدينا ولا، وبديت كنعمر الكويسات الصغيورين. ومن بعد غادي ندير واحد البابي فوقهم، وندير اللي بقاو لي الكويسات اللي بقاو لي فوقهم. وباش ضروري خاص يكون واحد الورق فوقهم باش داك العرق ديال الحمان ديالهم ما يقطرش في الكويسات ديالنا ويضيع لنا الرايب ديالنا. بهالطريقه كما كتلاحظوا، من بعد ما ساليت انا غادي نسد عليها على الكوكوط، وغادي نغطيهم مليح بشي كوفرتور، عندكم شي حاجه حاميه المهم، وتغطيهم مزيان وتخليهم. انا غادي نبيتها ليله كامله، تقدروا بلا ما تبيتوها تقدر توجدوها الصبح وتديروها في العشيه. هنا مباشره غادي نمشي معكم نوجد البسطيله، الميني بسطيله. فكما شفتوا كنت وجدت معكم الحشوه قبل،
وغادي نبدا نوجد الميني بسطيله بهذه الطريقه هادو، نحطهم في هذوك الطبيصلات ونعمرهم ماشي بزاف وندورهم ونخليهم. انا غادي نديرهم في الثلاجه حتى الغدا ونطيبهم. بالنسبه باش درتهم، انا درت ليه الزبده شويه زويته وزبده ودوبتها، والاخر درت فيه البيض باش غادي نلصق الوريقات ديالي، ونخليكم مع الطريقه تاع الفيديو. ليه الصباح حليت على الريب ديالي، نشوفو كي صباح. ولا انا غادي نشوف صراحة كيجي زين بزاف، ولكن ما كتشوفو الورق كيكون منفخ داك العرق، كلشي داك الماء كيمشي في الورق. كما كتشوفو الريب كيجي واعر زين، لا في المذاق ولا ناجح بزاف، وساهل في ساعة كتوجديه ما كياخدش الوقت بزاف. انا خليت لهم غير نص، ما عمرتوش كامل، لانني غادي نوجد الفريز. قطعت الفريز تقطيعات صغيرين حتى هما في الليله اللي قبل، ودرتهم درت له شويه السكر ودرته في الثلاجه باش غدليه نزوق بهاد الكويسات ديالي. هنا غادي نمشي نوجد الدجاج اللي مقطع تقطيعات صغيرين. غادي ندير توابل ديال الدجاج، معلقه كبيره. درت هنايا راس معلقه ديال الفلفل الاحمر وشويه قزبر معدنوس حتى هو، وراس معلقه ديال سكينجبير، ولهنا ليمون طاقت هو، ودرت المايونيز حتى هي ومليحه، معلقه صغيره مليحه. وفي الاخير غادي ندير الكيتشوب اللي كيخليه صراحه كيخليه رطب، وخا كطيبيه في الفور كيبقى رطب. انا غادي نسرحه هنا في واحد الصينية في الفور ونخليه يطيب، ومن بعد نديرو في القضبان. والان غادي نمشي نعمر معكم الميني بيتزا. كما شفتوا الحشوه اللي كنت وجدتها البارح معكم، درتها في سوبيرا ودرتها في الثلاجه، والان سرحت لي الميني بيتزا في الصوينات اللي غادي ندخلهم الفرن، ونبقى نعمر كاع نوجدهم. انا هنا غير وجدتهم ما طيبتهمش، لان باقي الحال عدلة باش نطيبهم. فوجدتهم عمرت لهم الحشوه ديالهم، باش ديك الحشوه اللي بقات لي غادي نعمر بها الخبيزات الصغيرين ديالي. فخليكم معايا تشوفوا كيفاش درت. هنا درت بيتزا ديال الكفته وشي وحدين ديال الدجاج، والحشوه حتى هي غادي نعمر بها خبيزات اخرين. فخليكم معايا. الحشوه اللي كانت شاص لي بيتزا، فغادي نقسم نص ديال الفلفل مع الكفته. فبلا ما تسخنوها، انا هنا كنت شعلت عليها، ولكن بلا ما تسخنوها لانني غادي نحتاجها بارده. وهنا زدت عليها شويه مطيشه ديال خاصه بالخرز، زدت عليها الفرماج، وغادي
غادي نزيد عليها الزيتون مقطعته هو اللي كنت وجدته هو البارح يعني الليله قبل معاكم. وهنا عاود نفس الطريقه غادي ندير الفلفل نص النصف الاخر والدجاج ونضيف عليه حتى هو الزيتون والفرماج ونضيف عليه حتى هو شويه لاصوص ديال لاصوص تكون خاصه بالاكل ماشي لاصوص ماشي طماطم مصبره ونخليها هكاك بارده يعني غادي نحتاجها بارده باش ما نبقاش نضيع الوقت عاد نستنى الحشوه تبرد. مباشره العجينه انا كنت وجدتها وكنت خليتها تخمر العجينه راني كان وجدها معاكم ديما في لي فيديو ديالي فتقدروا تشوفوا لي فيديو ديال الخبيزات معمرين. وغادي نبدا نعمرهم على هذه الطريقه كندير الحشوه ديال بديت بديال الكفته كندير الحشوه ديال الكفته وندير عليها فرماج ونطويهم على هذا الشكل هذا كيجيو بحال لي بتيبا بحال لي كرواسو هكا عامرين مالحين. وغادي نسالي كاع الحشوه ديالي وكاع العجينه ديالي بنفس الطريقه كما كتشوفوا. بعد ما ساليت كل شيء وطيبت كل شيء فهنا غادي نبدا نوجد الطبله ديالي بهاد الوريقات هادو فكنديرهم على شكل بحال اللي غادي توجدي شي طياره لوليدك الصغير كيجيو هكا بحال المثل تلتيهم بحال هكا. تبعوا معايا الطريقه بطريقه سهله وكيعطيو منظر زوين في الطبله ديالك. فوالا غادي نستمر بالتوجيهات. صافي انا قطعت الفواكه ودرتهم في الغريفات وكبيت عليه فلون وخليته حتى جمدو وزوقتهم بهذه الطريقه ديالي البسيطه. وبالنسبه للفلو حتى هو الرايب عفوا حتى هو جا زوين الصراحه وتقدروا تعودوا الفريز باي حاجه سيرو ولا اي فواكه اخر. وفي الاخر كنقول لكم شكرا على التتبع ديالكم ونخليكم على الصور والى اللقاء.